السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من كورس الكمبيوتر فيجن. هتكلم معاكم النهاردة في الأوبجكت تراكينج. طبعا عارفين الفرق ما بين الأوبجكت تراكينج والأوبجكت ديتكشن. في الأوبجكت ديتكشن لو هنتكلم على الألجوريزمز اللي هي التراديشنال ألجوريزمز اللي كنا بنستخدمها في بداية الكورس، مثلا زي الباك جراوند سبتراكشن، هنا كنا بنعتمد على الديفرنس أو التغيرات اللي بتحصل في الفريم، وبناء عليه كنت بطلع الكونتورز وبعد كده بعمل الديتكشن بتاعي. جينا بعد كده اتكلمنا في الجوريزم ادفانسد شويه اللي هو اليولو الجوريزم، وهنا كنا بنقسم الصوره بتاعتنا لمجموعه سيلز، وباخد كل سيل موجود عندي في الجريد واطبق عليها مجموعه من الانكر بوكسز واطلع الديتكشن بتاعي. التراكينج مفهومه غير الديتكشن شويه، عشان في ناس فاكره ان انت مجرد ما بتعمل الديتكشن على اي اوبجكت، يعني مثلا الشخص ده انت عامل عليه ديتكشن اهو والباوندنج بوكس بتاعه عمال يتحرك معاه، فانت فاهم ان انت كده بتعمل تراكنج. لا، ده كده مش تراكنج. فكره التراكنج ان انت بتجيب كل اوبجكت موجود عندك في الفيديو وتدي له اي دي، بحيث ان انت بقى تقدر تطلع انفورميشنز عن الاوبجكتس ده. وبرضو فكره التراكنج او اللي بيميز التراكنج ان انت لو في مثلا اوبجكت عندك في الفريم والاوبجكت ده اتخرج بره الفريم، ما بقاش ظاهر عندك خالص قدام الكاميرا، وبعد كده رجع تاني دخل الفريم، فهيكون ليه نفس الاي دي اللي كان واخده قبل ما يخرج. فدي برضو ميزه الاوبجكت تراكنج. والاوبجكت تراكنج كمان بيرسم لك المسار بتاع الاوبجكت اللي هو بيمشي فيه، فبالتالي تقدر تعرف ان الشخص دوت كان معدي من المكان ده وهكذا. وكمان التراكنج بيعرفك من خلال الاي دي، بيعرفك عدد الاوبجكتس اللي موجودين عندك في الفيديو، بالتالي تقدر تعمل كاونتنج كمان للبيبلز اللي موجودين. يعني مثلا انت لو هنتكلم في ماتش كرة القدم، بيكون عندك فرقتين بيلعبوا بعض، كل فرقة فيها 11 لاعب، يعني عندك توتال 22 لاعب، وانت عايز تتتبع لاعب معين في ال 22 لاعب عشان تعمل اناليتكس للاداء بتاعه. فانت هنا بتستخدم التراكنج عشان تدي اي دي للاعب دوت، وبالتالي لو اللاعب خرج بره الفريم ورجع تاني هيكون ليه نفس الاي دي، وهتكمل على الاناليتكس بتاعك، مش ترجع تبدا الاناليتكس من اول وجديد. فالموضوع بسيط جدا، ابسط مما تتخيل. يعني عشان ترن الكود ده بتاع التراكنج، اول حاجه نيجي ننزل الريبو دي بتاعت هارون، هتيجي هنا. بس طبعا اول حاجه عايزك تيجي هنا تنزل الجيت عشان تعمل كلون من الجيت، اللينك ده هسيبه لك تحت في الديسكريبشن. هتيجي هنا تضغط على داونلود فور ويندوز وهينزل معاك الجيت عادي يعني، تمام. ف هتروح تفتح بقى الكوماند او انا كنت، وهتبدا بقى تحدد الدايركتوري بتاعك اللي انت عايز تنزل فيه الفولدر ده. اول حاجه طبعا هتقول سي اتش داير، سي اتش داير، وتحط مثلا تاخد ده كده من هنا كوبي، تمام، وتعمل بيست، وبعد كده تضغط انتر، فانت كده غيرت الدايركتوري وانا اوريدي موجود في الدايركتوري دوت، فخلاص يعني، تمام. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ هتعمل بقى كلون للريبو دي، والريبو دي كمان بتاعت اليلو فيرجن 7. طبعا الريبو دي احنا كنا منزلينها مع بعض قبل كده، استنى اللينك يحمل اهو، ده دي اليلو فيرجن 7 اللي احنا نزلناها قبل كده. طبعا نزلها ازاي بقى؟ هتقول جيت كلون، جيت كلون، وتيجي تاخد ده من هنا كوبي، وتحط بيست، بعد كده تضغط انتر، فهتلاقي هينزل معاك كل الفولدرز وكل البايثون فايلز اللي موجودين هنا في الريبو دي. بس انا عشان منزلها قبل كده فمش هنزلها تاني. نفس الكلام بالنسبه للريبو دي، هتيجي تاخد اليو ار ال ده كوبي من هنا، وفي الاناكوندا برومت جيت كولون، وتحط اللينك، وبعد كده تضغط انتر، فانت كده هتنزل كل الفولدرز اللي قدامك انا اوريدي منزلها قبل كده. الريبو دي بتاعت هارون اللي هي مسؤوله عن اليولو في 7 اوبجكت تراكنج، هتنزل معاك الفولدر ده اللي هو يولو في 7 اوبجكت تراكنج، هتدخل جواه هتاخد كل حاجه هنا كوبي، ده طبعا الفيديو اللي احنا هنعمل عليه التيست بتاعنا، هتاخد كل حاجه من هنا كوبي وتحطها فين؟ في المكان ده بتاع اليولو دي، كلها الفايلز الخاصه باليولو فيرجن 7، تمام. وطبعا هتنزل الويتس كمان بتاعت اليولو في 7، هتيجي هنا زي ما اتكلمنا قبل كده بالظبط، هتخش على كلمه ريليزز دي، بعد كده تضغط على اسيتس،
هتلاقي بقى كل الويتس الخاصه بقى بالتراكينج والديتكشن والسيجمنتيشن والايمج كابشن، يعني كل ما يخص الويتس بتاعت اليولو في 7. تمام، فانا كنت منزلها قبل كده، كنا منزلها مع بعض، يعني كان اليولو اهو اليولو في 7 دوت بي تي دي اللي هي الويتس اللي احنا هنستخدمها. بعد ما تنزل التو ريبو هتيجي بقى هنا تبدأ تعمل انفايرومنت جديدة وتنزل فيها الريكويرمنتس بتاعت الاوبجكت تراكنج، وبعد كده تبدأ بقى تحط الفلاجز بتاعتك وتعمل ران للكود. فهنا خلينا نعمل الأول، احنا طبعا غيرنا الدايركتري خلاص، فهنا بقى نعمل انفايرومنت جديدة ونسميها يولو في 7 تراكنج. فكنا بنقول كوندا كرييت هايفن ان بتحدد الاسم، فانا هسميها يولو في 7 اندرسكور تراكنج. تمام، وبعد كده بتحدد كمان الفيرجن بتاعت البايثون اللي انت عايزها تنزل في الانفايرمنت دي، فانا اقول بايثون ايكوال 3.9، وبعد كده هتضغط انتر وهتبدا معاك الانفايرمنت دي بتتعمل وهينزل لك فيها البايثون 3.9. بس انا طبعا عشان عاملها قبل كده وكمان عاملها اكتيفيت اهو اللي هو يولو في 7 تراكنج، فمش هنزلها تاني. تمام، طب احنا كده عملنا الانفايرمنت ونزلنا البايثون، ايه اللي بعد كده؟ هتنزل بقى الريكويرمنتس اللي انت محتاجها، يعني اللي هي اللايبريز كلها. هتعمل انستول لي كل اللايبريز اللي هنا، انما لو انت عندك جي بي يو فمش هتنزل ده، هتنزل اللي هو ريكويرمنتس اندرسكور جي بي يو. تمام، لو انت فتحت الفايل ده هتلاقي فيه هنا طبعا الكوماند ده اللي انت هتستخدمه في الكوماند برومت عشان تران، اللي هو بيب انستول هايفن ار اللي اختصار لريد، يعني بتقول له اقرا كل اللايبريز اللي موجوده في التكست دوت او الملف دوت تكست دوت واعمل لها انستول. طبعا هنا بقى هتلاقي مات بروتليب و نمباي واوبن سي في وباي واي ام ال والتنسر بورد دي اللي هي مسؤوله عن ان توريك البروجريس بتاعك اثناء ما انت بتعمل تريننج مثلا عشان تشوف هل الاكيورسي بتزيد ولا بتقل. تمام، والسي بورن والباندا زي نزل لك كل حاجه يعني خاصه ب الاوبجكت تراكنج اند ديتكشن. تمام، طيب طبعا احنا قلنا دي ده الفايل او ده الفولدر اللي فيه كل اللايبريز الخاصه بالديتكشن اند تراكنج اللي احنا خدناه اوريدي كوبي وحطيناه بره هنا. فالملف ده اللي هو بتاع ديتكت اور تراك ده اللي احنا هنستخدمه، عايز تعمل ديتكشن بس، عايز تعمل تراكنج بس، عايز تعمل الاثنين مع بعض، فهتستخدم الملف ده. لو احنا جينا هنا فتحناه في نوت باد بلس بلس اللي هو الملف ده، هتلاقي هنا بقى ايه كل الارجيومنت بارسر اللي انت ممكن تستخدمها عشان تعمل الرن بتاعك يعني. فانت هتيجي في الاناكوندا برومت وهتكتب اول حاجه بايثون، بعد كده ديتكت اور تراك دوت باي اللي هو الملف اللي احنا قلنا عليه، الملف هنستخدمه في الرن بتاعنا او الديتكشن والتراكنج. تبدا تحدد بقيه الفلاجز على حسب ما انت عايز، يعني بعد كده تحدد طبعا الويتس بتاعت اليولو بي 7 دوت بي تي اللي هو الملف اللي احنا نزلناه ده، بعد كده بتقول هايفن هايفن نو هايفن تريس عشان لو عايز تعمل تريسنج على الموديل بتاعك اثناء الرن، وبعد كده بتقول هايفن هايفن فيو ايمج يعني اثناء ما انت بتعمل تيستنج على الفيديو بتاعك عايز تشوف الريزلت بتاعتك تتعرض قدامك اول باول، فاكنك بتعمل في الريال تايم يعني، فهتحدد الفلاج ده. بعد كده هايفن هايفن نو سيف عشان ما سيفش الفيديو بتاعي بعد ما يخلص الرن. بعد كده هايفن هايفن سورس بتحدد بقى الفيديو اللي انت عايز تعمل عليه الديتكشن والتراكنج بتاعك اللي هو ستريت دوت ام بي 4. بعد كده هايفن هايفن شو هايفن اف في اس عشان تظهر الفريم بير سكند وتشوف مدى قوه الجي بي يو بتاعك او السي بي يو بتاعك. بعد كده هايفن هايفن سيد انا هنا حاططها باثنين، السيد دي لازمتها ايه؟ عشان تعمل تشنج للكلر، يعني انت دلوقتي عملت ديتكشن وطلع لك باوندنج بوكس لونه احمر وانت مش عاجبك اللون ده فبتختار راندوم كلر عن طريق ان انت بتغير في الرقم ده. تمام، انا هنا حاطط اثنين يعني هو اي رقم وخلاص. بعد كده هايفن هايفن تراك، طبعا كل الكلام ده لحد هنا انت كده لو رنيت الكود هتلاقي عمل لك الديتكشن وما عملكش التراكنج عشان تحدد الفلاج الخاص بالتراكنج اللي هو هايفن هايفن تراك. طبعا الارجيومنتس دي او سوري الفلاجز دي كلها زي ما قلنا بتعرفها من هنا، يعني لو جيت بصيت على التراك اللي هو ده هتلاقي ان هو الهيلب بيقول لك ايه ران تراك ران تراكنج، هو ده اللي بيعمل لك التراكنج يعني. تمام، بعد كده تحدد الكلاسز بقى اللي انت عايز تعمل لها الديتكشن وتراكنج، يعني لو انت عايز تجيب كلاسز معينه
بتحدد الاندكسز بتاعتهم هنا. اما لو انت عايز تجيب كل الكلاسز فما بتحددش الفلاج ده، ما بتكتبوش اصلا. تمام. طب انا هنا دلوقتي محدد كلاس رقم 0 وكلاس رقم 1، دول اللي هما بيمثلوا ايه؟ لو انت جيت دخلت على الملف ده اللي اسمه داتا سيتس، هتلاقي فيه فايل اسمه هتلاقي فيه فايل اسمه كوكو دوت واي ام ال، اللي هو فيه 80 كلاس بتوع الكوكو داتا سيت. انا هنا محدد اندكس 0 واندكس 1 بس هما اللي يظهروا معايا في الرن، اللي هو البيرسون والباي سكيل. تمام. عايز انت تحدد كل الكلاسز دي، زي ما قلت لك مش هتحط الفلاج نفسه، او عايز تاخد اوبجكتس معينه بتحدد على حسب الاندكس بقى. تمام. عندك 80 اندكس اهو. بعد كده بعد كده خلاص قلنا دي هيبقى هايفن هايفن شو هايفن تراك. شو تراك دي عشان تظهر لك تراكنج، اللي هو اللاينز اللي احنا بنشوفها هنا، اللي هو الخط او المسار بتاع كل اوبجكت موجود عندك، اللي هي الكالرز دي او اللاينز دي. تمام. عشان يعرفك مثلا ان الشخص ده كان معدي من المكان ده والشخص ده كان معدي من المكان ده. تمام. فده عشان تظهر دي بتحدد الفلاج ده اللي هو هايفن هايفن شو هايفن تراك. طيب هنا بقى في ملحوظه كمان، لو انت هتلاحظ هتلاقي ان هنا اصلا في الصوره دي عاملين ديتكشن على تو كلاسز بس، اللي هو او 3 كلاسز يعني، اللي هو البيرسونز والبايسكل والكلاس اللي هو هناك ده. هو مش باين او هو تقريبا بوتت جراسب، اللي هو الفاز او الفاز او الـ او الـ او العشب يعني النبات ده. تمام. فهنا المهم يعني هتلاقي ان كل اوبجكت فيهم ليه كلر معين، يعني مثلا التراكنج بتاع البيرسون هتلاقي لونه اخضر، التراكنج بتاع البايسكل هتلاقي لونه اورنج. دي انت اللي بتحدد الكالرز دي. لو انت عايز كل الاوبجكتس يكون ليها نفس اللون بتاع التراكنج، فمش هتحدد الفلاج ده اللي هو اسمه يونيك هايفن هايفن يونيك هايفن تراك هايفن كالر. ده لو ما حددتوش هيدي لك كالر واحد الخاص بالتراكنج لكل الاوبجكتس. انما لو انت قلت له عايز يونيك كالر، هتلاقي مثلا هنا بقى في البيرسون بيديك جرين، في البايسكل بيديك اورنج، وهكذا. تمام. طيب الفلاج اللي بعد كده اللي هو هايفن هايفن نو بي بوكس، اللي هو انت بتقول له انا مش عايز ارسم الباوندنج بوكس. بعد كده هايفن هايفن نو ليبل، بتقول له انا مش عايز اظهر الليبل. طبعا هنا بيكون ظاهر عامل الديتكشن وعامل التراكنج، وبيقول لك ان ده بيرسون، وكمان بيدي له اي دي، كل حاجه في كل اوبجكت موجود بيدي له اي دي. فانت هنا بتقول له انا مش عايز اظهر الليبل يعني. تمام. فكل اللي هيكون ظاهر عندك اللي هو اللاين ده، اللي هو بتاع التراكنج. انت كده شلت الباوندنج بوكس وشلت الليبل، فمش هيبقى بس غير الايه اللاين بتاع التراكنج. وهنا كمان عشان تتحكم في الثيكنس او السمك بتاع الليبل بتاعك او بتاع الباوندنج بوكس. تمام. فانا هنا حاطه بثلاثه. فطبعا عايز تزود تاني فلاجز، عندك بقى زي ما قلت لك الكود اهو، اقرا كل فلاج بيعمل ايه وخد المناسب ليك يعني على حسب البروجكت اللي انت شغال عليه. تمام. هتيجي بقى هنا تاخد الكلام ده كوبي، تحطه هنا في الاناكوندا برومت. بس طبعا خلينا نشيل منهم شويه حاجات كده، يعني مثلا هنا في النو ليبل همسحها عشان انا عايز الليبل يظهر. نو بي بوكس برضو هشيلها عشان انا عايز الباوندنج بوكس يظهر. ايه تاني؟ يونيك كولر سيبها، شو تراك هنسيبها، الكلاسز هنسيبها، السيد الاف بي اس، النو سيف دي هنشيلها عشان نعمل سيف للفيديو بتاعنا. تمام. فيو ايمج هنسيبها، نو تريس، خلاص مفيش حاجه تانية يعني ممكن ان احنا نشيلها. طبعا انا لو رنيت دلوقتي وانتم معايا الفيديو تقريبا 10 ثواني ولا حاجه، هياخد له نص ساعه على ما يخلص رن. فانا طبعا كنت عامل رن قبل كده، دي كمان، او كنت عامل تيستنج يعني على الفيديو ده، دي نتيجه التيستنج اهي. تمام. كان عامل حوالي 302 اتريشن عشان يطلع لي الاوتبوت. فلو انت بترن اللاين ده الكوماند ده عشان تطلع الاوتبوت بتاعك ولقيته اداك ايرور بيقول لك نو موديول نيمد ديتكترون 2، هتيجي هنا في البيدج دي هتلاقيني برضو سايبها لك تحت في الديسكربشن، وتنزل تعمل انستول لي ديتكترون 2 عن طريق برضو الجيت كلون، عشان بس الايرور ده كان ظهر. اللي هتيجي هنا تاخد ده كده كوبي، تمام، وتحطه في الاناكوندا برومت وترنه عادي،
وبعد كده ترن اللاين بتاع اللي هو بيطلع لك الاوتبوت. يعني انا طبعا كنت منزله اهو، هنا في فايل او فولدر اهو اسمه ديتكترون 2. هتاخد كل انا خدت كل الملفات اللي هنا دي كوبي وحطيتها هنا بيست، عشان ما تقولش يعني ايه كمية الفايلز دي كلها. انا خدت كل اللي جوه هنا كوبي وحطيته هنا في المكان ده، تمام، عشان يبقى كل الفولدرز بتاعتي موجودة هنا، لان انا مغير الدايركتوري للمكان ده. فالكلام ده انا كنت اعمل له ران. هنا هو بيقول لي ان هو استخدم السي بي يو بتاعي في الرننج، وبعد كده بيبدا بقى يقول لك فاشنج لايرز، وبيبدا يعد في الاتريشنز اللي هو 302 اتريشن، تمام. فخليني اوريك الاوتبوت اللي كان طلع لي هنا. طبعا بيعمل لك فولدر اسمه رانز، خش فيه هتلاقي ديتكت هنا متسجل عندي في اكسبرينت 6. ادي الفيديو، خلينا نشوفه. ادي الاوتبوت مدي لكل اوبجكت موجود اي دي، وكل اوبجكت بكلر معين في الديتكشن، والبيرسونز طبعا كلهم هتلاقيهم واخدين نفس الكلر بتاع الباوندنج بوكس، انما الخاص بالتراكنج كل اوبجكت سواء بقى بيرسون او غيره هتلاقي ليه يونيك كلر بالنسبه للتراكنج ده، لان احنا كنا محددينها في الفلاجز. ما تنساش الفلاج اللي انا قلت لك عليه اللي هو كان يونيك كلر او يونيك هايفن كلر حاجه كده يعني، تمام. فطبعا لو تاخد بالك ان اليولو في 7 دقيقه جدا، حتى هنا على الماليكان الموجود داخل محل الملابس هتلاقي عامل لك ديتكت على البيرسونز اللي موجوده فيه يعني، تمام. فده كده بالنسبه لل ده كده بالنسبه للاوبجكت ديتكشن اند تراكنج باستخدام اليولو في 7. اي حد عنده سؤال يسيبه في الكومنت، وشكرا والسلام عليكم.